حبيباتي احبائي، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه تاع لابريوش. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا المقادير التاليه. كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نبدا بالمقادير تاع لو لوفان تاع الخميره. غادي نحتاج لها 100 غرام تاع الفرينه، غادي نحتاج لها اون كويره كافي تاع الخميره ليفور دو بولونجي، بلس اون بيتيت كويره كافي اوسي تاع السكر. وغادي نحتاج ليها الماء الدافئ، هادي باش نخدم لو لوفان تاعي. غادي نبدا معكم مباشره حيت خصها تخمر ليا شويه. الوغ غادي نجيب الدقيق ديالي، غادي نغربلو كما كتشوفوا. بسم الله على بركه الله، صدقوني هاد البريوشه كتجي لذيذه، جربتها دو فوا. وغادي نزيد عليهم الخميره والسكر، وغادي نخلط باليدين ديالي بالماء الدافئ باش تحصل على ان لوفان. عفوا عذروني حبيباتي، الكاميرا ما كردتش البال وما عنديش البلان دو طرافاي كبير، فكما كتشوفوا هنايا كنخلطها وكنخليها على جنب باش تخمر. وغادي نكمل معكم باقي المقادير كما كنقولوا، حتى تمغزل باش ما نضيعوش الوقت. نديروا بعد هذه تخمر اللي مهمه، نتمنى يكون باين. فوالا صافي، كنخلطوها بهذه الطريقه وكنخليها على جنب باش تخمر ليا. غادي نغسل يديا حبيباتي ونرجع لكم باش نكملوا باقي المقادير مع بعض. فوالا، والباقي لابريوش غادي نحتاج 400 غرام ديال لافارين، غادي نحتاج 60 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاج 10 غرام ديال الملح كما كتشوفوا، غادي نحتاج 3 ديال البيضات، زوج غادي نديرهم لداخل وحده غادي نحتاجها للديكوراسيون، غادي نحتاج كذلك 30 غرام ديال السكر ديال عفوا ديال لو لي اون بودر، حليب بودره. غادي نحتاج هنايا تقريبا انايا غادي ندير 20 غرام تاع الخميره تاع البولونجي دائما. غادي نحتاج الزبده ديالي اللي غادي نحتاج ليها، بلاتي نتفكر لكم البنات، 90 غرام، 90 غرام. وغادي نحتاج كذلك لي غران دو سيزام باش نديكوري بهم الفوق، والماء دائما باش نجمع العجين ديالي. نتمنى ما نكون نسيت معكم والو. غادي نبتديو على بركه الله. انا غنستعمل اليوم الروبو ديالي، خليكم معايا غتشوفوا المرحله الاتيه. على بركه الله غادي نبداو العجين ديالنا، فانا غادي نبدا نصب، غادي نبدا نصب الدقيق ديالي ونغربلو بشويه بهذه الطريقه. قد ما كتغربلو الدقيق قد ما كنقول لكم البنات كتجي الكاطو ديالنا او لابريوش او الكيك او كيجيو خفاف. نتوما نزيدو نغربلو كاع الكميه اللي عندنا، انا غادي نغربلها ونرجع معكم. وهنا كما كتشوفوا معايا غربلت لافارين ديالي، فانا مباشره غادي ننزل عليها السكر، غنزل عليها الحليب بودره، غادي ننزل عليها الخميره، غادي ندير واحد الثقب ونحط الملح تاعي، غادي نزيد زوج البيضات كذلك، الا كان عندكم البيض صغير يمكن لكم ديروا ثلاثه، انا هنا عندي كبار. وغادي نزيد عليها الزبده ديالي كذلك، وغندير بعدا هاد المكونات يتعجنوا هما الاولين ونرجع معكم باذن الله. وهنا كما كتشوفوا حبيباتي، فترملوا لي كاع هذوك المكونات، جانسوا لي تقريبا مع بعض. عفوا، دابا غادي ننزل بلو لوفان تاعي، غادي نحيد هذا باش نخدم اليز، نتمنى يكون عندكم واضح. غادي نزيد لو لوفان ديالي بهذه الطريقه، وغادي نزيد الماء الدافئ باش نخلط هادشي اللي عندي. انا غادي نزيد نصف الكاس في الاول، و
وغادي نديرو حتى نشوف الا خصو الماء، وغادي نزيد ليه كما كتشوفوا معايا ونرجع معكم ان شاء الله. هنا حبيباتي كما كتشوفوا انا غادي نحيد الروبو ديالي. هانتوما كما كتشوفوا العجينه انا خليتها تعجنات واحد 20 مينوت تقريبا 20 دقيقه. دابا غادي نخليها تخمر المره الاولى باسكو غادي نخمرها جوج المرات. هذا هو القوام ديال العجينه كما كتشوفوا معايا. هنا انا غادي نحاول نجمع هكا اون بول بهالطريقه هذه صافي، وغندير ليها الفيلم الومونتير وغنخليها تخمر على الاقل واحد 20 حتى نص ساعه ونرجع معكم المرحله الاتيه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا العجين ديالي خمر، فانا غادي نحاول نخرج منه الهواء، غادي نحيدو من هاد الليان ديالي. نتمنى يكون واضح عندكم في الكاميرا. بهالطريقه هادي غادي نقاد الكاميرا شويه هكا باش تشوفوني. فكنحاول نخرج غير داك الهواء شويه، ماشي بحال كندلكوها، غير الهواء كنحيدوه هكا بهالطريقه صافي، غير واحد شويه كما كتشوفوا. وكنعاود نرجعها ليان ديالي ونعاود ندير لها فيلم اليمونتير ونخليها تخمر نصف ساعه وعاد نرجعوا نشكلوا لابريوش مع بعض ان شاء الله. حبيباتي احبائي كما كتشوفوا هنايا انا غادي نقرب لكم العجينه، نبدا معكم بشويه باش تشوفوا. ها هي خمرت ليا ثاني مره، اول مره خليتها خمرت ليا 20 دقيقه وثاني مره نصف ساعه كما كتشوفوا. ها هي طلعت فوالا، نحيد لها هذا الفيلم اليمونتير ديالها اللي كنت مغطيها به. هنا كما كتشوفوا درت البيضه ديالي ودرت معها مغرفه صغيره ديال الحليب، غادي نخلطها باش تحيد ليا هذيك الزفوريه. المهم غادي نخلطها من بعد. هنا وجدت شويه تاع الزيت باش ندير فيديه باش نشكل كويرات صغيره، فانا غادي نهبط العجينه باش تسهل عليا الخدمه. هانتوما غادي نخرج منها الهواء تاني ونبدا نخدم فيها نشكلها كويرات. نتمنى يكون هذا المول ديالي اللي غادي ندير فيه، درت ليه شويه ديال الزبده ورشيتو ليجيرمون بلا فارين، غنحطو اكوتي وغادي نقرب لكم هذه كما كتشوفوا. غادي نخرج منها الهواء فوالا فوالا بسم الله صافي. هنا غادي نخلط هذه ديالي مزيان بهذه الطريقه حتى كيمتزج ليا كلشي صافي. وغادي نبدا ناخذ شويه ديال الزيت ندهن يدي ديالي ونبدا بسم الله ندير كويرات غير صغيره ماشي كبيره فوالا كما كتشوفوا. فهاد المومون اللي كيبغي يحشيها بشي حاجه من الداخل كيدير واحد الثقيبه هكا، ديروا فيها يا الشوكولا يا باش ما بغيتو. انا اليوم بغيت نديرها سامبل وان شاء الله في فيديو قادم ندير معكم طريقه واحده اخرى. انا غادي نكمل كما كتشوفوا، كنبدا نحط بحال هكا وحده حده وحده وحده حده وحده، غنكمل كلشي بنفس الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا احبائي حبيباتي فانا درت كويرات، حطيت وحده حده وحده. فهاد المرحله انايا غادي نغطيها ونخليها تخمر ماشي بزاف واحد 10 دقائق تقريبا، عاد غادي ندهنها بالبيض كما كتشوفوا معايا. هلا وغادي نغتنم الفرصه مادام بقى ليا شويه ديال العجينه. فانا هنا وجدت واحد المول ديالي دهنته كذلك وجبت لي بيبيت دو شوكولا باش نوريكم الطريقه الاخرى اللي قلت لكم كتكون حتى هي سهله. غادي ناخذ شويه ديال الزيت بسم الله، ندهن يدي غير ليجيرمون، وغناخذ دي بول غير صغار حيت كتكبر هي هكا. غادي نفتحهم من الوسط كما قلت لكم، ها نتوما كندير واحد الثقب في الوسط كندير فيه شويه تاع الشوكولا وكنعاود نغلقها مزيان بهالطريقه فوالا. كنعاودو نكوروها وكنحط وحده هنا، غنزيد معكم وحده حتى نكمل كاع المول اللي عندي بهالطريقه. انتوما
كنحلو كندير شويه ديال الشوكولا الوسط وكنسد كنغلق عليهم تماما مزيان صافي وكنحطو وحده اخرى هكا. انا غنكمل تاني نفس الكميه اللي عندي كاع الكميه اللي عندي بنفس الطريقه ونخليها تخمر ونرجع معكم كي نبغي ندهنها ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما مرت 10 دقائق فها هي العجين ديالي لابريوش ديالي تنفخات. هذه هنا انا وجدتها غطيتها حتى هي بفيلم اليمونتير. غادي نجيب البيض ديالي بسم الله غادي نبدا ندهن. خاصني ندهن مزيان. درت فيه انا ديك المغرفه ديال الحليب صغيره باش تحيد لي ديك الزفوريه. اما كاين اللي كيرون بلاصيها بالقهوه سريعه الذوبان اولا ملعقه صغيره كذلك ديال الخل. انا فضلت ندير الحليب او ميم طون كيحيد الريحه او ميم طون كيهشش ليا لابريوش ديالي. فكندهنها الوجه ديالها مزيان حتى هاد الجنيبات بالبانسو كندخلوا ليهم كما كتشوفوا. ومازال ملي غادي تدخل الفران غادي تزيد تخمر بلوس بهذا كيتسمى البريوش ديالنا. خمرناه ثلاثه المرات هو فيه شويه الخدمه ولكن سافولكو يعني يستاهل التجربه. كيجي لذيذ بزاف بنين انا شخصيا كيعجبني مجربته عده المرات فقلت لي مالا نتقاسم معكم كل شيء. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نجيب الزنجلان ديالي غنبدا نزين ليها الوجه ديالها من الفوق. معليش سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو مي الناس بنيت لي يلاه مبتدئات او الناس اللي ما كيعرفوش لا غوسيت حيت انا في الاول ما نكذبش عليكم ما كنتش كنميتريزيها مزيان. فهذه الوصفه عطاتها لي الاخت ديالي اللي كنسلم عليها من هذا المنبر وجربتها زوج المرات حتى ميتريزيتها مزيان. هذا علاش عطيتها لكم حبيباتي باش نتوما كذلك تجربوها. صافي هكا كما كتشوفوا هنا زينت لها كاع الوجه ديالها بالزنجلان. كما قلت لكم الفران ديالي راه درتو يسخن على 180 درجه شعلته غير من التحت حتى كطيب على خاطرها وكنخرجها وغنكرر نفس العمليه مع هذه لابريوش ديالي اللي طويله كيتخمر. ونتلاقى معكم في الاطباق النهائيه ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما مرت 10 دقائق فها هي العجين ديالي لابريوش ديالي تنفخات. هذه هنا انا وجدتها غطيتها حتى هي بفيلم اليمونتير. غادي نجيب البيض ديالي بسم الله غادي نبدا ندهن. خاصني ندهن مزيان. درت فيه انا ديك المغرفه ديال الحليب صغيره باش تحيد لي ديك الزفوريه. اما كاين اللي كيرون بلاصيها بالقهوه سريعه الذوبان اولا ملعقه صغيره كذلك ديال الخل. انا فضلت ندير الحليب او ميم طون كيحيد الريحه او ميم طون كيهشش ليا لابريوش ديالي. فكندهنها الوجه ديالها مزيان حتى هاد الجنيبات بالبانسو كندخلوا ليهم كما كتشوفوا. ومازال ملي غادي تدخل الفران غادي تزيد تخمر بلوس بهذا كيتسمى البريوش ديالنا. خمرناه ثلاثه المرات هو فيه شويه الخدمه ولكن سافولكو يعني يستاهل التجربه. كيجي لذيذ بزاف بنين انا شخصيا كيعجبني مجربته عده المرات فقلت لي مالا نتقاسم معكم كل شيء. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نجيب الزنجلان ديالي غنبدا نزين ليها الوجه ديالها من الفوق. معليش سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو مي الناس بنيت لي يلاه مبتدئات او الناس اللي ما كيعرفوش لا غوسيت حيت انا في الاول ما نكذبش عليكم ما كنتش كنميتريزيها مزيان. فهذه الوصفه عطاتها لي الاخت ديالي اللي كنسلم عليها من هذا المنبر وجربتها زوج المرات حتى ميتريزيتها مزيان. هذا علاش عطيتها لكم حبيباتي باش نتوما كذلك تجربوها. صافي هكا كما كتشوفوا هنا زينت لها كاع الوجه ديالها بالزنجلان. كما قلت لكم الفران ديالي راه درتو يسخن على 180 درجه شعلته غير من التحت حتى كطيب على خاطرها وكنخرجها وغنكرر نفس العمليه مع هذه لابريوش ديالي اللي طويله كيتخمر. ونتلاقى معكم في الاطباق النهائيه ان شاء الله. حبيباتي احبائي هادو هما لي بريوش ديالنا كيجيو على هذا الشكل. هذه كما كتشوفوا هذه هي كيقولوا ليها الورده او الشهده. فانا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا بسم الله. خليوها حتى تبرد البنات تماما احبائي كذلك ان شاء الله نقدر نقطعها لكم بسم الله. ها انتما شوفوا لابريوش ديالنا كيفاش كتجي من الداخل وكتجي رطبه هشه. وهذه اللي درت معكم بلي بيبيتو شوكولا انا هنايا درت غير العجينه اللي بقات لي اما هي نورمالمون تجي على مستوى واحد. فانا غير باش نوريكم غادي
نقسم لكم كذلك. هذه مازال سخونه شويه، مي غادي نحاول، سمحوا لي عذروني، سخون هكا. فها انتم كما كتشوفوا الشوكولاته من الداخل، وكتجي على هذا الشكل كذلك رطبه وهشه. فوالا البنات احبائي، كانوا هادو هو الوصفات تاع اليوم. نتمنى لي بريوش يكونوا عجبوكم، ولا عجبوكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، اشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي وعجبته اشترك، مرحبا و100 الف مرحبا، والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله.